السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التلاميذ الكرام، كيف حالكم؟ How are you today? How are you doing? I hope everything is fine. Your family is fine and everybody is fine. So بالنسبة لدرس اليوم the passive voice بالعربي يقال له المبني للمعلوم، هو درس في grammar القواعد، يقال له the passive voice المبني للمعلوم. بالنسبة ل the passive voice المبني للمجهول، المبني للمجهول the passive voice، the active voice هو المبني للمعلوم. بالنسبة the passive voice المبني للمجهول the active voice المبني للمعلوم، يجب أن نعرف ماذا هو the active voice ومتى نستعمل the passive voice ومتى نستعمل the active voice. We use the active voice to say what the actor or subject does. يعني نستعمل المبني للمعلوم عندما نقول ماذا فعل الفاعل the subject. لكن بالنسبة لل passive voice هو يستعمل لنقول ماذا وقع للأوبجكت للمفعول به. بالنسبة للباسيف فويس الذي يهمنا what is important the focus is on the action، التركيز يكون على الفعل not on the actor وليس على الفاعل. So عندنا هنا جملتان كمثال two examples. هنا عندنا from the active to the passive، من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. مثال example my grandfather built a house، جدي بنى منزلا. So the subject here الفاعل هو my grandfather، الفعل هو built، a house هو الobject. عندما نحول الجملة، هذه الجملة في المبني للمعلوم the active voice، عندما نحولها إلى the passive voice هذه الجملة في المبني للمجهول the passive voice. A house was built by my grandfather. So هنا house تصبح أول شيء نفعله نقوم بتحويل الobject إلى subject. هنا جدي بنى المنزل، هنا المنزل بني من طرف جدي. So المنزل يعود يأتي هو الأول ثم بعده الفعل. So a house was built، المنزل بني by من طرف جدي. هنا subject becomes object. Okay. بالنسبة ل structure القاعدة general structure تقول بأن the passive voice عندما نحول الجملة من the active voice المبني للمعلوم إلى the passive voice المبني للمجهول ماذا نستعمل بعد الفاعل؟ We use the verb to be فعل كان زائد past participle، وهذا الفعل كان verb to be يأخذ زمن الفعل الذي هو في the active voice في المبني للمعلوم. مثال example somebody stole my bike، my bike was stolen by somebody، هذه اختيارية من طرف شخص ما فنستعملها أو نستعملها تبقى اختيارية لأننا لا نعرف هذا الشخص، شخص ما. Somebody stole my bike، هنا قلنا نبتدئ بالفاعل my bike يعني المفعول به يصبح فاعلا، وهذه يعطونها في الامتحان يعني لا تبحثون عنها وهم يعطونها. My bike was stolen، هذا الفعل to be أخذ هنا زمن الفعل، هنا الجملة في المبني للمعلوم the active voice stole it is in the past simple، هي في الماضي. هذا فعل irregular، steal is the verb، steal يعني فعل سرقة، ثم هنا الفعل في الماضي البسيط stole. إذا verb to be قلنا القاعدة يجب أن يكون verb to be في نفس الزمن، إذا كان هنا الماضي فالverb to be يجب أن يأخذ الماضي، إذا كان في الحاضر the present simple الحاضر البسيط يجب أن يكون هنا the verb to be في الحاضر، إذا كان هنا في future يجب أن يكون في future إلى آخره. So somebody stole my bike، my bike ها هو object المفعول به أصبح فاعلا، ثم the verb to be أخذ الزمن. إذن the verb to be بالنسبة للsimple past of the verb to be it is was، هي was or were. هنا عندنا bike singular إذا قلنا was. My bike was، ثم نحول الفعل الرئيسي إلى past participle كما تقول قاعدة be هو the verb to be in the simple past لأن هنا عندنا simple past زائد past participle، نحول الفعل إلى past participle. So my bike was stolen. We made a mistake، مثال آخر we made a mistake، a mistake was made، هنا عندنا المفعول به object أصبح فاعلا subject بالنسبة لل the passive voice، ثم حولنا الفعل إلى زمن الماضي verb to be. لماذا؟ لأن هنا عندنا made هي كذلك في الزمن الماضي البسيط the simple past، the simple past. So the verb to be يجب أن يكون في simple past الذي هو was، زائد نحول الفعل إلى the past participle. ونعلم أن the verb to make بالنسبة للماضي نقول made، وبالنسبة لpast participle كذلك نقول made. A mistake was made. إذن القاعدة تقول the verb to be
زائد past participle. وبالنسبة لـ the verb to be كان يجب أن يأخذ زمن الفعل المبني للمعلوم the active voice نفس الزمن. إذا يجب أن نضبط أزمنة the verb to be وأنا وضعتها في هذه في هذا الدرس بالتفصيل وسأتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل. بالنسبة لـ the verb بالنسبة للأزمنة إذا بدأنا the present simple الذي هو الزمن البسيط هنا القاعدة تقول the main verb الفعل الرئيسي نحوله إلى is or are هذا هو الverb to be بالنسبة للزمن البسيط the present simple زائد past participle كما تقول القاعدة be زائد past participle وهنا وضعت بالتفصيل الأزمنة somebody كمثال somebody cleans this room every day شخص ما ينظف هذه الغرفة كل يوم هنا المفعول به أصبح فاعلا وهذه يعطونها في الامتحان this room ثم بعدها نحول verb to be نضعه في نفس الزمن هنا ما هو الزمن الذي لدينا هو present simple present simple the main verb هو هذا الفعل الرئيسي فنقوم بتحويل verb to be إلى present simple بالنسبة لverb to be the present simple هو عندنا is or are is زائد نحول الفعل الرئيسي إلى past participle كما تقول قاعدة be زائد past participle الذي هو cleaned This room is cleaned every day. هذا بالنسبة لي the present simple. بالنسبة لي past simple الماضي البسيط. إذا كان الفعل الرئيسي في الماضي البسيط بالنسبة للجملة المبنية للمعلوم the active voice عندما نحولها إلى the passive voice بالنسبة لي past simple نستعمل بالنسبة لي verb to be كان was or were زائد past participle. مثال somebody cleaned هنا عندنا the past simple. This room نظف الغرفة every ولا نقول every day عفوا somebody cleaned this room for example نقول yesterday بالأمس yesterday somebody cleaned this room yesterday شخص ما نظف الغرفة بالأمس إذا نقول this room was cleaned yesterday هذه الغرفة نظفت بالأمس إذا ماذا فعلنا هنا yesterday إذا ماذا فعلنا هنا قمنا بتحويل the verb to be إلى الزمن الماضي هنا عندنا الزمن الماضي إذا يجب أن يأخذ الverb to be الزمن الماضي بالنسبة للverb to be في الزمن الماضي عندنا was or were was إذا كنا نتكلم عن المفرد the singular هنا room الغرفة هي في singular في المفرد سنستعمل was زائد نحول فعل إلى the past participle بالنسبة لي present perfect الحاضر الممتاز the present perfect عندنا في الفورم في الشكل In the form, we have or has زائد the verb in the past participle. هذا هو the present perfect بالنسبة للمبني المعلوم يحول إلى have has زائد نضيف been زائد past participle. مثال somebody has cleaned the house. Somebody has cleaned this room, sorry. So, نقول somebody, هنا, somebody has cleaned this room. This room, هذه الغرفة, تأتي, قلنا المفعول به يحول إلى فاعل, has been cleaned. هنا عندنا the present perfect, فيجب أن يكون the verb to be كذلك فعل كان في the present perfect. ونعلم أن the verb to be in the present perfect بالنسبة للزمن الحاضر الممتاز, هو have has زائد been قلنا هنا حولنا the verb to be إلى the present perfect نفس الزمن إذا ماذا نضيف هنا بالنسبة passive voice نكتب has ثم نضيف been ثم نكتب the present perfect بالنسبة للامتحان الوطني هذا الزمن بسيط لماذا لأننا فقط نقوم بوضع been بين cleaned بين the past participle and have or has بين هذين الفعلين نضع فقط نضيف been إذا كان لدينا the present perfect has or have تصبح has زائد نضيف been لأننا نحول الـ verb to be إلى present perfect زائد the past participle بالنسبة للـ past perfect نفس الشيء بالنسبة للشكل the form عندنا had زائد verb in the past participle
هذا هو المبني للمعلوم، يحول إلى المبني المجهول the passive voice. فماذا نضيف؟ been. had been زائد past participle، نضيف فقط been. مثال example: somebody شخص ما had cleaned this room، يعني شخص ما نظف هذه الغرفة. This room had been cleaned. إذا حولنا the verb to be إلى the past perfect. Past perfect of the verb to be فعل كان هو had زائد been. إذا قمنا بإضافة فقط been ثم وضعنا مرة أخرى the past participle. هذا الزمن كذلك سهل إذا كان في الامتحان، لأنهم يعطونك the past participle، فلا تبحث عنه، خاصة بالنسبة للأفعال التي يجب أن تحفظ وأن تضبط في اللائحة، أي الأفعال التي ليس لديها قاعدة ونسميها irregular verbs. فإذا أعطونا the past participle، إذا أعطونا مثل هذا الزمن past perfect or present perfect، تسهل القضية، لأننا سوف لن نبحث عن the form، عن شكل the verb الذي يكون regular irregular. بالنسبة للregular verbs، فبالنسبة للpast participle نضيف فقط ed or d or ie or id ied. This room had been cleaned. إذا ماذا أضفنا هنا؟ had زائد been زائد past participle. بالنسبة لthe present continuous، الفعل المبني الذي يوجد في المبني للمعلوم يكون فيه is are زائد verb زائد ing، يحول إلى passive voice is are زائد been زائد past participle. مثال: somebody is cleaning this room at the moment، شخص ما ينظف هذه الغرفة في هذه اللحظة. present continuous نعلم ماذا هو the present continuous، هو عندما يكون حدث يقع في نفس الوقت، يعني يقع الآن في الحين، يقع في الحين في الآن. Somebody is cleaning now، شخص ما ينظف الآن at this moment this room. so عندنا this room الفاعل، ماذا نقوم؟ نحول الفعل to be إلى the present continuous كما تقول القاعدة، فنستعمل بالنسبة the present continuous الماضي الزمن المستمر الحاضر المستمر عفوا، نستعمل is are زائد been زائد past participle of the main verb، past participle الفعل الرئيسي. عندنا هنا is been نفس الشيء هنا، زائد نحول الفعل الرئيسي clean إلى the past participle. بالنسبة لpast continuous وهو الماضي المستمر، وهو يعني بأن هناك حدث وقع في الماضي وكان مستمرا. For example، somebody was cleaning this room yesterday، الأمس شخص ما كان ينظف الغرفة. ونعرف نعلم جيدا أن تنظيف الغرفة يحتاج إلى استمرار، إلى وقت طويل. so somebody was، فهناك استمرار في الماضي. somebody was cleaning the room. إذن هنا عندنا was were زائد verb زائد ing، وهذا هو past continuous in the active voice في المبني للمعلوم. عندما نحوله إلى المبني للمجهول the passive voice، the passive voice تصبح was were زائد been زائد past participle الفعل الرئيسي. somebody was cleaning this room. this room ماذا نفعل هنا؟ استعمل was been، نحوله إلى the past continuous الذي هو هذا was been زائد cleaned، الفعل الرئيسي يحول إلى past participle، وهذه هي القاعدة. إذا كان لدينا models بالنسبة للـ passive voice، عندما نحوله من الـ active إلى الـ passive، فنقوم فقط بإضافة بعد الموديل نضيف ب زائد past participle زائد نضيف past participle of the verb. بالنسبة للـ active voice يكون عندنا model زائد infinitive. so somebody should clean this room، شخص ما ينبغي عليه أن ينظف هذه الغرفة. so this room الفاعل the subject، هنا عندنا the passive voice should، احتفظنا بالموضوع زائد أضفنا be، لأن هنا عندنا infinitive بعد should عندنا clean، وهذا الفعل في الinfinitive يعني لا يصرف، كذلك هنا يجب أن نضع verb to be في الinfinitive. so should بعد should نستعمل be clean. إذا كان لدينا موضوع آخر like مثل could، so we can use، نستطيع أن نستعمل could be، may maybe، will be، might be، ثم نحول الفعل إلى the past participle الفعل الرئيسي. هنا مسألة يجب أن ننتبه إليها بالنسبة لـ the passive voice، قد تكون في الامتحان، وهي كانت في امتحانين، في امتحانين أو ثلاثة، لم تكن في امتحانات كثيرة، لكن يجب أن نلفت إليها الانتباه والنظر. It is said that he is 80 years old. إذا أعطوك مثل هذه الجملة في الامتحان،
It is said يعني يقال. ممكن أن يعطوك people said. It is said that he is 80 years old. فهنا عندما نحولها تصبح هذا الفاعل الذي بعد that بعد that يقال بأن بعد أن that he يعطونه في الامتحان مثلا هكذا يعطونك he is said ثم يطلبون منك أن تتم الجملة. So نقوم بوضع الفاعل هنا he is said ثم نستعمل هذا الفعل said يقال. Okay استعمله مع the verb to be. It is said لا تصبح نعود it بhe بهذا الفاعل. He is sad ثم نحول الفعل هذا الفعل إلى الانفينيتيف. He is said to be يقال عنه بأنه عنده 80 سنة. He is said to be 80 years old. ممكن أن يكون لدينا أفعال أخرى verbs are نسميها of perception like what مثل ماذا. ممكن أن يعطوك it is thought هذه أفعال مصرفة think in the past participle نقول thought. It is believed ممكن أن يعطوك it is believed سيأتينا مثال. It is considered it is reported it is known expected etc هذه الأفعال. Okay so إذا كان لدينا هذه الأفعال هنا بهذا الفورم بهذا الشكل it is said يقال بأن that he is 80 years old ماذا نفعل؟ نكتب هنا الفاعل بعد that نفس الفاعل الذي هو بعد that he is sad ونحتفظ بنفس الفورم he is sad ثم نحول هذا الفعل إلى infinitive he is sad to be 80 years old. عندنا مثال آخر It is said يقال بأن Jane works تشتغل 16 hours a day 16 ساعة في اليوم. So subject الفاعل الذي بعد that نضعه هنا Jane is said يقال عنها بأنها ونحول الفعل الفعل الذي يكون مع هذا الفاعل نحوله إلى الانفينيتيف فنقول Jane is said to work 16 hours a day. عندنا مثال آخر It is believed يعتقد بأن هنا يقال بأن هنا يعتقد بأن قلنا ممكن أن يعطوك هذه الأفعال It is believed, it is thought, considered, reported, known. So, it is believed يعتقد بأن It is believed, sorry It is believed that the boy بأن الفتى was wearing blue shirt كان يرتدي يعني blue shirt قميص أزرق. So, the boy is believed نأتي بالفعل الذي بعد that the boy ثم نحتفظ بالفورم بالشكل the boy is believed ثم نحول هذا الفعل was wearing هذا مصرف the past continuous الماضي المستمر لكن يجب أن يحول إلى infinitive فنقول the boy is believed ثم نحول الverb إلى infinitive كما فعلنا هنا is believed to wear blue shirt the boy is believed to wear a blue shirt okay عندنا هنا مثال آخر another example ممكن أن يعطونا مثلا it is said that women live longer than men وممكن أن يعطونا people say الناس تقول that women live longer than men هنا في عند الامتحان سيعطونك مثل هذه العبارة women are said the boy is said is believed etc women are said women هذا هو الفاعل أصبح هنا هذا هو الفاعل بعد that أصبح هنا ثم نحتفظ بالform women are said وإذا أعطونا people say نقول are said okay women are said to live longer than men okay يقال عن النساء بأنهم يعيشون longer وقت أطول من الرجال than men إذا ماذا فعلنا هنا ماذا فعلنا قمنا بتحويل هذا الفعل الذي هو live بعد الفاعل إلى infinitive so women الفاعل يأتي هنا are said لماذا استعملنا are وليس is لأن women هي في الفاعل في الجمع وإذا كان عندنا the boy نستعمل is the girl is لكن هنا إذا كان عندنا المفرد نستعمل is لكن إذا كان لدينا الجمع نستعمل are so women are said يقال عنهم بأنهم يعيشون وقت أطول من الرجال so حولنا هذا الفعل الذي هو بعد الفاعل women إلى الانفينيتيف فيصبح غير مصرف بالنسبة للمسألة عند التحويل من الاكتيف فويس إلى الباسيف فويس وهذه سوف لن تبحث عنها لأنهم يعطونها في الامتحان لكن وجب معرفتها عندنا الأوبجكت الذي هو المفعول به هنا عندنا الاكتيف فويس المبني للمعلوم عندما يتحول إلى السبجكت في المبني للمجهول يصبح I you تصبح you him he
her, she, it, it, us, we, you, you, them, they. عندنا مثال هنا he called me. هذا المبني للمجهود the active voice. لكن عند تحويل الجملة إلى the passive voice me لا نكتب me كذلك هنا ولكن نحولها إلى I كما قلنا هنا me تصبح I him تصبح he إلى آخره. So عندنا he called her her تتحول إلى she. هم عند الامتحان سوف يقومون بتحويلها لكن وجب معرفة ذلك وجب معرفة ذلك. So she was هنا she was called يعني اتصل بها أو نوديت. He called me ناداني. I was called نوديت أو اتصل بي. He called her اتصل بها أو نادها. She was called نوديت أو اتصل بها. So عندنا her تحول إلى she. هذه الضمائر يجب أن نضبطها جيدا كذلك رغم أنهم في الامتحان يعني يكتبونها ولا يسألونكم ولا يطلبون منكم أن تحولوها أو أن تقوموا بتحويلها. عندنا هنا practice مثال بالنسبة لتمرين rewrite these sentences in the passive voice. عند الامتحان الوطني يقولون لك rewrite أعيد كتابة الجمل الآتية the following sentences. فهنا كيف أعلم بأن هنا يجب أن أحول الجملة من الactive voice المبني المعلوم إلى المبني المجهول. عندنا مثال أول someone built this house 200 years ago. شخص ما بنى هذا المنزل 200 سنة مضت. إذن هنا يأتون بالفاعل ويكتبون لك عند الامتحان this house فتعلم بأن هذا المفعول به عندما أصبح فاعلا when the object becomes subject تعلم بأن الدرس المطلوب منك هو تحويل الجملة من the passive voice the active voice إلى the passive voice. So عندنا هنا the house وقلنا القاعدة تقول the verb to be أخذ نفس الزمن. هنا عندنا built the simple past الزمن الماضي البسيط فيجب أن يكون ال verb to be في الماضي البسيط وقد تحدثنا عنه سابقا. So was ولا نقول were لأن هنا عندنا فقط المفرد singular house was built ثم بعد the verb to be عندنا the past participle الذي هو built نفسه. A thief stole my jacket. سارق سرق يعني my jackets. Okay, my jackets were stolen by a thief. يعني سرقوا. لماذا استعملنا الجمع هنا were ولم نستعمل was لأن عندنا jackets مجموعة عندنا plural form. Okay, my jackets were stolen by a thief. So هنا لماذا استعملنا الماضي البسيط the simple past لأن عندنا stole in the simple past. نستعمل were was زائد the past participle. هنا نستعمل were لأننا عندنا الجمع we have the plural form. بالنسبة للمثال التالي the police will arrest عندنا هنا will future أو model كما تسمى will arrest سوف يضبط أو يحجز the robbers. The robbers سوف يقبض على السراق أو السارقين. So the robbers will be arrested by the police. هنا ماذا نضيف بعد model أو بعد will نضيف be زائد نحول الفعل إلى the past participle. مثال آخر they produce cars in this factory. ينتجون السيارات في هذا المصنع. Cars هنا ال object becomes subject. Cars are produced. لماذا استعملنا the present simple هنا لأن الفعل هذا produce هو في الزمن الحاضر البسيط the simple present فيجب أن يكون the verb to be في نفس الزمن the present simple. Cars are produced in this factory. السيارات تنتج في هذا المصنع. Produce حولناها إلى the past participle عندنا the verb to be زائد past participle. بالنسبة للمثال الخامس someone is helping her with the housework. شخص ما يساعدها في واجبها المنزلي في واجبات المنزلية the housework أو عفوا not the homework the housework يعني الأشغال المنزلية. She is being helped with the housework. هي تساعد في الأشغال المنزلية. So ماذا فعلنا هنا the verb to be is in the present continuous. Present continuous هو is are زائد فعل زائد ing فهنا حولنا الverb to be نفس الشيء نفس الزمن والقاعدة قد رأيناها مسبقا. نقوم بوضع verb to be هنا. هنا her هي الobject أصبحت she. She is being helped هي تساعد في الأشغال المنزلية. Is أضفنا being لأن the verb to be يجب أن يكون في نفس الزمن present continuous of the verb to be الذي هو is being زائد حولنا الفعل الرئيسي help إلى past
participle. بالنسبة للمثال السادس, the secretary has given Mrs. Jones some letters. So هنا Mrs. Jones, the object becomes subject. Mrs. Jones has been given, أعطيها, تم إعطاؤها, أعطيت some letters بعد الرسائل. ماذا فعلنا هنا؟ هنا ممكن أن نقول by the secretary, by the secretary, of course, by the secretary من طرف الكاتبة. Mrs. Jones has been given, أعطيت. هنا ماذا عندنا؟ has given هو present perfect. إذا كان لدينا have or has زائد past participle الذي هو يسمى the present perfect, الحاضر الممتاز, ماذا نفعل؟ نضيف بعد has or have, نضيف been. been زائد الفعل الرئيسي يحول إلى past participle. هنا عندنا قلنا في present perfect الزمن, زمن الحاضر الممتاز, يكون أصلا لدينا the past participle, إذا لا نبحث عنه. The question, they have to answer the question on this sheet. Okay? هنا عندنا have to الذي هو موضوع, ضروري أن تفعل كذا وكذا. They have to answer the question. يجب عليهم أن يجيبوا على السؤال on this sheet, في هذه الورقة. So the questional object, المفعول به, أصبح فاعلا the question. Has to. لماذا لم نقل have to؟ لأن عندنا هنا singular form. يجب أن نستعمل has مع singular form. The question, ولا نقول the question have to be. إنما نقول the question has. لو كان لدينا the questions, الأسئلة, نستعمل have to. إذن هنا the question has to model. بعد الموضل ماذا نستعمل؟ be. ثم past participle. فعل الرئيسي. So the question has to be answered. يجب أن يجاب عنها on this sheet, في هذه الورقة. The question has to be answered. إذا ماذا أضفنا هنا؟ be زائد past participle. إذن دائما القاعدة بالنسبة لـ the passive voice بعد الفاعل after the subject, the verb to be فعل كان يجب أن يأخذ نفس الزمن الذي هو في المبني للمعلوم, نفس الزمن الذي هو في المبني للمعلوم زائد نضيف بعد verb to be عندما نقوم بتصريفه في زمن, في نفس زمن المبني للمعلوم, نضيف past participle. وبهذا نكون قد انتهينا من the passive voice, thus the passive voice. شكرا على المشاهدة. Thank you so much for following, and see you next time إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.